يجبتون انت ولا عندك؟ مشاهدينا الاوفياء، مشاهدين المشاهدين الاوفياء، مشاهدين سوق تي في، اينما كنتم داخل وخارج الوطن، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من هنا من مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. بلا شك العديد من المغاربة أو الجالية العربية والإسلامية خصوصا المقيمة بدولة قطر الشقيقة تبعت مؤخرا الحديث المأساوي اللي وقع في دولة قطر، بالضبط يوم الأربعاء الماضي 22 مارس 2023، واللي راح ضحيه ديالو العديد من المواطنين المقيمين في دوله قطر بما فيهم الاسيويين، وكان العربي الوحيد هو هذا الشاب المغربي قيد حياته المسمى محمد رضا. محمد رضا اللي هو في جمانيه جراء واحد انهيار ديال هذه العماره السكنيه اللي كانوا ساكنين فيها. فمنذ الاربعاء الماضي كنتكلموا الان الى اللحظه 8 ايام عاد الان، يعني من بعد واحد النداء اللي دارته العائله عبر قناه شوف تي في، فالحمد لله تمت الاستجابه للمطالب ديال الناس هادو، وكان تدخل ديال وزاره الخارجيه مشكوره من هذا المنبر هذا. فالان وصل جثمان ديال الشاب محمد رضا الله يولي رحمه الله معنا، الاخ ديالو اللي كتلاحظوا معايا اللي لحد الساعه باقي كيحمل الوثائق ديالو واللي بدوره كيشتغل معاه في دوره قطر. اذا كنتمنى انكم تبقاو معنا وتبارطاجيو هذا اللايف هذا، باش صراحه العديد من الامور توصل وتكون فيها العديد من الايجابيات اللي نحاولوا اننا نحكوا على هذه القصه هذه. خويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اول حاجه بركه في راسكم. نمشي معك بات اخويا، نمشي معك. الله يجعل المحبه سبار اخويا. امين اخويا امين. بغينا نعرفوا خويا شنو وقع محمد رضا في الله يرحمه فيك. الله يرحمه اخويا الله يرحمه. نورمالمون كنت داخل من مع 8 ونص، كيف فايقني مع 8 وثلث 8 و4 8 و8، تقريبا ولا حتى الوقت اللي فايقني. الله يرحمه مسكين النهار الاربعاء فايقني، عقب رجع نعاد نطلع بالتحويجه اللي كاينه بالاخر اللي غنشوف. مشيت انا للخدمه، كي وصلت للخدمه تطلب بيا تقول لك ارجع لعمارتك نهار. وسبب الانهيار كان عامل انساني مش عامل طبيعي. حيتاش كانت واحد الاشغال في العماره من تحت، صاحب السكن جيب الشركه على اساس انه يعمل واحد الصيانه لبعض العمدان، ولكن المشكله ديال الشركه انها ما كانش حاطه مشرفين او شي مهندس اللي يشرف على ذوك العماله، اللي هما اللي تسبوا بدورهم اللي تسبوا في الانهيار ديال العماره. والحمد لله قدر الله ما شاء فعل، والله يجعلهم من الشهداء ان شاء الله، الله يجعلهم من الشهداء يا ربي. كيفاش تلقيتي الخبر؟ كنتي تما كتواجد حداه، كنتي معاه في العمل، اولا كنتي في جهه اخرى وتلقيتي الخبر ديال الوفاه ديالو؟ كما قلت لك راني نط مع 8 ونص، خرج بيني وبينه 10 دقائق. 10 دقائق كي كنوصل للبيرو كيطلبوا بيا تيقولوا لي العماره تاعك. السكن اللي كنتي به انت؟ ساكن معايا من السكن. سبحان الله، يعني بحال انت تكتب لك عمر جديد تقول لي. الحمد لله الحمد لله. يعني بغى الله الحمد لله بغى الله عز وجل. بغى في هذا الشهر هذا. واخا وشنو سبب ديال التاخير ديال الوصول ديال الجثمان ديالو؟ حتى درتوا واحد المباشر مع قناه شوف تي في، هذا الحمد لله الامور دابا الجثمان ديالو وصل الان، يعني شنو هو العراقيل اللي لقيتوا انتم بالنسبه لكم؟ العراقيل اللي كانت اولا من السبب ديالها انهم ما عرفوش توصلوا الجثمان ديالو الا من بعد ثلاث ايام. يعني تحت الانقاذ. تحت الانقاذ. تحت الانقاذ. وكنشكر كاع المغاربه اللي خدامين في الدفاع المدني تما في دوله قطر، والدرجه الشرطه كنشكرهم تما اللي صراحه الله يكثر خيرهم، كيعرفوك مغربي كيوقفوا معاك. وكنشكر وزير الخارجيه سي مراد على الدخل في هذه القضيه، لانه يعني كان تدخل ديال وزاره الخارجيه. الله يرحم لي الوالدين. وكنشكر بخصوص الاصدقاء ديالي اللي وقفوا معايا صراحه، سواء مغاربه سواء المصريين اللي معايا، وقفوا وقفه راجل. يعني كان وقفه ديال الجاليه المغربيه والعربيه تما في دوله قطر. دابا محمد ان شاء الله، انا حسيت بك، شوف حسيت بك متاثر متاثر، لانه ماشي سهل انه الانسان يفقد واحد الشقيق ديالو اللي كان الامس قريب كيعيش معاه في نفس السكن وعاش معاه طفوله، ما يمكنش الانسان غادي يتقبلها. ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ايماننا بالله قوي. وما شاء فعل. قدر الله ما شاء فعل. دابا ان شاء الله الجثمان ديالو وصل، دابا فين غتوجهوا به ان شاء الله انتم؟
غنفوجو به ان شاء الله من المطار ان شاء الله نفوجو به مباشره لمحضره مدينه بجاد. غادي تدفنوه في مدينه بجاد ان شاء الله. مسقط الراس ديالو. مسقط الراس ديالو. والله يجعلوا متوال الاخر ان شاء الله والله يعلى حنا ان شاء الله معاه في الجنه. واخا كيفاش كانت الاجراءات هنا بالنسبه، واش كانت تسهيل الاجراءات بالنسبه لكم او لقيتوا شي عراقيل هنا؟ المطار كانت امور سلاسه، كانت امور عاديه هنا في المطار هنا ديال المغرب. الحمد لله كنشكر يعني الوصول جدا الامور تقدات. الحمد لله كنشكر واحد الصديق الله يرحم ليه الوالدين، هي اللي دخلت في الامور هذه ومشت لي الامور من قيد عراقيل الحمد لله لحد الساعه. يعني الامور الحمد لله دازت. الحمد لله الحمد لله الله يكثر خيرها. معاش غادي ان شاء الله تحاولوا تدوا مدينه بجاد ان شاء الله. ان شاء الله لما بحاول لنا الاجراءات ديال الراجل ديال الاسعاف قال لي تقريبا ما بين جوج ثلاثه لثلاث سوايع. كنتمنى اذا كان شي حد من المسؤولين في تصنت لهذا الفيديو ولا يحاول يسرع لنا الموضوع، حقاش الموضوع شويه خدا الوقت بزاف. من ها؟ معاش بغيت تدفنوا العصر ولا؟ لا خويا بزاف. بزاف اخويا ما كرهتش الدور، انا ندفنوا قبل الدور ان شاء الله ما عندش مشكل. اكيد راه هذا راه الدين الاسلامي اكرام ما يدفنوا، غير هو على حسب الاجراءات. الحمد لله انتم ربما واش مستهدفين صلاه الظهر او صلاه العصر بالنسبه لكم انتم ان شاء الله؟ صلاه الظهر. ان شاء الله الحمد لله تكونوا موفقين ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ودفنوا هذا السيد اللي اكيد هو شهيد، كنعرفوا بانه الناس اللي كيموتوا في الحرق في الردم والغرق والحرق في الردم كيكونوا الحمد لله شهداء. الحمد لله الحمد لله. فنتمنوا الله يجمعنا معاه في الجنه. الله يجمعكم به في امين امين في الجنه يا رب. جنات الخلد ان شاء الله اخويا. مش امين يا رب يا اخويا. بارك الله فيكم. ما شفتي معك اخويا بارك الله فيكم. شكرا اخويا. بالتوفيق اخويا. سير اخويا كنعرف باقي ما كملتيش اجراءات، باقي ما كملتيش اجراءات. مازال مازال. وكنشكروك على السعه الصبر ديالك والتفاعل ديالك معنا اخويا. شكرا. مرحبا اخويا. شكرا اخويا. شكرا شكرا. امين اختي شكرا. اذا مرحبا. اذا كما تبعتوا معنا مشاهدينا وفي مشاهدين شوف تي في، كانت هذه الاخت ديالو الاخ ديالو اللي شفتوا معايا الان مساكن باقيين كيجيروا في شي اجراءات. كنشكرهم على انهم تفاعلوا معنا وعطاونا هذا التصريح هذا. اذا مره اخرى كنعاودوا نجدوا الرحمه على هذا الشاب محمد رضا اللي توفى في دوله قطر الشقيقه نتيجه انهيار اللي حدث الاربعاء الماضي وخلف العديد من الضحايا، يعني ما غاديش نقولوا اغلبهم ولكن كلهم من المقيمين بدوله قطر يعني اليد العامله. فكنتمنوا لهم الرحمه يا رب العالمين، الله يتوفاهم بالرحمه ديالو يا رب العالمين. اذا حتى لهنا غادي نكونوا اتينا على نهايه هذا البث المباشر، على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. مصطفى القرناوي من طاقم شوف تي في من هنا من مطار محمد الخامس بمدينه ضرب الدجال يحييكم، الى اللقاء.